أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأعلى درجهم والعلى أدبهم. نعم، وصلنا فصل في صلاة الجماعة، المسألة 254. نعم، مسألة 254. يعتبر أيضا في الجماعة أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع المشاهدة. يمنع المشاهدة حائل من باب أو جدار أو ستر ما بين الإمام والمأموم. إذا كان هناك حائل هذا فاصل ما بينهما. نعم، ولو في بعض الأحوال، ولكن لو صدق الاجتماع حينئذ، ولو في بعض الأحوال يعني أحوال قليلة، مو ولو بركعة واحدة، مو جاي يعبرون ذول شيء، يعبرون على في برا، يعبرون على سبيل المثال خلينا نقول سندويش بنال، فالقطعتين ثلاث قطع هيك متلازقات جاي يعبرون، فصارت حال بين الإمام بين المأموم في بعض الأحوال. نعم، ولكن لو صدق الاجتماع حينئذ عرفا كفى، كما يعتبر ذلك في المأمومين مع بعضهم، وفي كفاية الاتصال بمن شنو يتعرف. شنو ولكن لو حصل شنو ذا، ولكن لو صدق الاجتماع حينئذ الاجتماع صدق الاجتماع. شلون صدق الاجتماع؟ هو بالواقع الصف الأخير، إمام يصلون وراه خمس صفوف، الصف الأخير بالواقع أكو فاصل بينه وبين الإمام لو ماكو، شوف كم صف. لكن العرف شو يقول؟ يقول لي هذا مجتمع مع الإمام، لأن الصف الأخير متصل بالصف اللي قبله، والقبله متصل بما قبله إلى الإمام. هذا عرفا أكو اتصال. نعم، كما يعتبر ذلك في المأمومين مع بعضهم. كما يعتبر ذلك، شنو ذلك؟ عدم وجود الفاصل ما بين المأموم والمأموم الآخر ولو في بعض الأحوال، وفي كفاية الاتصال بمن يشاهد الإمام مع وجود الحائل المانع عن مشاهدته له بنفس الإشكال. شلون العبارة؟ وفي كفاية الاتصال بمن يشاهد الإمام مع وجود الحائل. يشاهد الإمام مع وجود الحائل، شلون يشاهد الإمام؟ زجاج؟ جاي زجاج وهسه حائل لو مو حائل، لكن يشاهد الإمام لو ما يشاهد، شو يقول سيبي؟ مع وجود الحائل المانع عن مشاهدته لنفسه له بنفسه إشكال. زين، والأقوى الصحة ولا بأس أيضا بصحة. والأقوى الصحة، هو حائل لكن هو يقوي الصحة. نعم، ولا بأس أيضا بصلاة الصف المتأخر الذي يرى من يرى الإمام. الذي يرى من يرى الإمام، نفس الحكاية. يعني خلي نقول 15 صفر الإمام، مو الصف الأخير ما يشوف الإمام، لكن هو يشوف من يشوف الإمام، يقول هم جائز، هذا ما أقول إشكال. ولا يقدح الفصل بالمأمومين من حيث تهيئهم للإحرام متى صدق عرفا. ها شنو هاي المسألة؟ ولا يقدح الفصل بالمأمومين من حيث تهيئهم للإحرام، يعني شو يريد يقول؟ يقول الآن احنا وين واقفين؟ بالصف الثاني، الإمام بعد أمام الصف الأول، إمام الجماعة متقدم على الصف الأول، فأنا قدامي صف أول، مو ناس واقفين بعد الإمام، أنا بالصف الثاني أو الثالث، الناس كلهم واقفين، الصف الأول متهيئ الآن للصلاة لكن ما كبر تكبيرة الإحرام، الإمام كبر الصف الأول ما مكبر، أنا أبو الصف الثاني راح أكبر قبل الصف الأول، هذا يعتبر فاصل. يقول بعد ما مكبرين ماكو إشكال. ليش؟ لأن الإمام كبر. واضح؟ يعني بس يعني لا أكثر من ثلاث صفوف. أي نفس الكلام، إذا ما يعني أكو حاجة مع رؤية الإمام مثلا، أيه. إحنا صلاتنا بالفرض، انت جاي تشوف من يرى الامام. مرات انقطعت المكبرات الصوت، ما له علاقه، ما له بالرؤيه، ما له علاقه. نعم،
وفي الحال الذي لا يمنع المشاهدة كألواح الزجاج والشبابيك التي لا تنفذ تردد أحوطه الاستناب. احتياط شنو؟ الاستناب. وجوبي هذا. أحوطه الاجتناب. أي لازم نشوف مثال ثاني ديش المسألة المتقدمة. والأقوى عدم قادحية الحائل بين المرأة والرجل في جماعتهم، وأن اعتبر ذلك في جماعة النساء. لا لا لا، والأقوى شنو؟ عدم قادحية الحائل، عدم تأثير الحائل ما بينه. ها هذا بعد واضح جدا. إذا نساء يصلن إمام جماعة موجود، نساء جاي يصلن وأكو رجال جاي يصلون، فيخلون للنساء حائل اللي هو برده، مو من قماش بطانية، هذا يعتبر حائل لو ما يعتبر؟ يقول لا لا ما يعتبر، ما يأثر، احنا وضعناه للستر ماكو إشكال. نعم. مسألة 255، يعتبر في الجماعة أيضا أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوا دفعيا أو تسريحيا شديدا، وأما علو المأموم عن الإمام فيجوز ما دام الاستماع صادقا عرفا. ها احنا عندنا مسألتين. المسألة الأولى علو الإمام عن المأموم، ايش قد يكون هذا جائز او مو جائز بزمن السيد الشهيد؟ المسألة انطرحت، قالوا في بعض الأحيان السيد الشهيد وين يصلي؟ بالرواق، برواق أمير المؤمنين، جاي تلاحظون؟ يعني هاي الدربونة تفتر وين؟ يعني شلون الممر حول الضريح؟ الرواق يسمونه الرواق، فالسيد يصلي بالرواق زين؟ من ناحية رجلي أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، الصفوف تمتد تمتد توصل، أكو كيشوانية وراء، الكيشوانية شنو؟ أرضية الرواق أعلى من أرضية الكيشوانية، الناس تنزل بعد. فالسيد الشهيد قال له أرض الرواق أعلى من أرض الصحن مال الكيشوانيين، قال لهم إيش قد؟ إذا شبر ماكو إشكال، إذا أكثر من شبر بي إشكال. فعلوا الإمام عن المأموم إذا شبر مثل دكه المحل، هيك بالروايه دكه الدكان ما بيها اشكال، اما اكثر من شبر ما بيها اشكال. بس هذا شيخنا بالسنتيمتر 22. افتهمت المطلب؟ شوف هسه اللي يصلون في مرقد الحر، اذا الامام داخل الصحن داخل يم الضريح، تمتد الصفوف تمتد، بعدين وين توصل؟ للدرجات، هاي البايات راح ينزلون، اذا النزول مالهم بايه واحده ماكو اشكال، بايه اقل من شبر، بس كم درجه؟ درجتين مو؟ نعم. لو ثلاثه؟ نعم. ثلاثه مشكل جدا، لان الامام راح يصير اعلى من الماموم اكثر من شبر، فتبطل صلاتهم لو ما تبطل. ليش يقدمون الامام لي قدام ونزلونه بعدين؟ يقولوا له انزل انزل حتى يتساوى مع كل مأمومين. هذا واضح؟ هسه ارتفاع الامام عن المأموم اذا شبر ماكو اشكال، اذا اكثر من شبر بي اشكال. واضح مطلقا مطلق صواب. احنا دفعا وتسريحا. اي زين. نجي الى ارتفاع المأموم عن الامام. يعني هالمرة المسألة عكسية، المسألة عكسية، إذا المأموم مرتفع عن الإمام، والإمام تذكرون قضية مسجد الكوفة، شوف مو المحراب، انت باعوا المحراب ايش قد نازل بيه؟ هو أكثر من شبر، أكثر قريب، لا هو أقل نص متر، 30 إلى 40 سنتيمتر، فالمأموم أعلى من الإمام بشقد؟ 40 أو 40 سنتيمتر أو نص متر، هم ماكو إشكال، ماكو إشكال. أما إذا وصل متر نال بعض يستشكل. واضح الكلام؟ البعض يستشكل. بس هو هذا راح يذكرها. مش عندنا إحنا، عندنا المحراب مال السيد. هو ليش نزلوا؟ ليش نزلوا؟
هو ليش نزلوا المحراب؟ يساوي المحراب يساوي منو؟ يساوي اللي يصلي اليوقف خارج اللواوين. خارج اللواوين. اه مو لان من هناك تنزل الصحن ينزل حتى يساوي ويا اللي واقف بالصحن. نعم. هاي اكثر من متر صلاة الموحدة تطلع على الشارع. اي صحيح اي صح. يعني هسه احمد يجينا يقول درجتين لا تصلون بها الدرجات لا يصلي لازم تسعدون. اي صح. اذا الامام ما نزل اذا ما طلعوا خارج بالحر لا طالع خارج لا اذا خارج ونزل عن البايات نزل ماكو اشكال ما ينزل لا مشكل جدا مشكل مشكل. نعم نعم كمل. مسألة 256 يعتبر في إمام الجماعة العقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد. ها سمعوا يعتبر في إمام الجماعة أولا العقل يعني أن لا يكون مجنون، ثانيا الإيمان يعني شنو مع الإيمان أن يكون شنو شيعيا إثني عشريا هاي عبارة الإيمان إذا أطلقت بعد. والعدالة والعدالة شنو معنى العدالة؟ هي الملكة المانعة غالبا عن الوقوع في المحرمات وترك الواجبات. كتبونا شوية هاي مسألة ترى مهمة جدا. اختلف الفقهاء اذا هاي سدوها كافي بارد يخاف بردتو ها؟ لا انا بعد ما احتاج راح يخلص. نعم ها. اختلف الفقهاء في العدالة اللي أخذناه بكتاب التقليد، فذهب الأعم الأغلب إلى أنها ملكة. شنو يعني ملكة؟ يعني صفة نفسية بطيئة الزوال، يعني بمعنى إذا ارتكب الفواحش الإنسان من يرتكب الذنوب والفواحش ويعتاد على ارتكاب الذنوب والفواحش مو بمجرد يجي يوقف على المصلاية ويقول استغفر الله ربي وأتوب إليه رجعت للعدالة ما في شيء. هذا الشيء يحتاج اعتياد على ترك الفواحش. أي جيد هاي زين جو واضح؟ يحتاج اعتياد يعني احتمال شهر احتمال اكثر احتمال اقل. واضح؟ احتمال شهر احتمال اقل احتمال اكثر. يحتاج على ترك الفواحش. يلا ترجع للعدالة مو بيوم وليلة رجعت له ما عندنا هيج. شايف الجماعة هسه هناك بالعتبة وغير العتبة بالنجف يقولون مجرد يجي الشخص حتى وين كان فاسق يوقف على الجنازة يقول استغفر الله ربي وأتوب إليه هي رجعت للعدالة هذا هو كافي. قلنا لهم لا ما يصح، لابد أن يعتاد على شنو؟ على ترك الفواحش وترك الذنوب وترك المعاصي، عند ذلك يكون عادلين. افتهمت المطلب؟ افتهمت المطلب؟ ها ليش احنا نستشكل على الشخص اذا مرتكب الفواحش والذنوب ومعتاد عليها، مو مجرد يجي على المصلى يقول استغفر الله ربي واتوب اليه ترجع له. هذا الراي الاول. الراي الثاني هي الاستقامه في جاده الشريعه المقدسه، يعني انت اذا عندك ذنوب وفواحش وكذا مجرد تجي توقف على المصلى يقول استغفر الله ربي واتوب اليه رجعت لك العداله. هذا هو سيش يقول لا الرأي الأول هو الصحيح. كان المذنب العاصي عندما يأتي إلى النبي والأئمة يطردونه خلونه هسه بهلول إيش قد خلوه 40 يوم يلا رجعت للعدالة. بهلول سارق الأكفان 40 يوم يلا رجعت للعدالة. واضح لو مو واضح؟ هاي سيرة المعصومين. نعم كمل. وطهارة المولد. طهارة المولد إذن لا يصح الاقتداء بابن الزنا أو ما من لا يعرف نسبه. ما نعرف نسبه هذا. نعم. وأن يكون رجلا
للرجال فلا تجوز. إذا المصلين رجال فلا بد أن يتقدم رجل، مو تقدم امرأة إمام جماعة، ما يصير. نعم. وأما الصبي المميز فلا بأس بإمامته. شوف البلوغ ما ذكره، ما ذكر البلوغ، فش يريد يقول؟ يقول إذا كان إمام جماعة صبي مميز، أكو صبيان بعد ما بالغ لكنه شنو شو يشوفه؟ نابغة، يفتهم، يميز ما بين الحق والباطل وما بين الصح والخطأ ولا يغبن في المعاملة، فهذا صلاته ما بيشكال صحيحة. نعم. فلا بأس بإمامته للرجال والصبيان وإن كان الأحوط خلافه. أحوط استحبابا، هذا استحبابا. نعم. مثلا 257. نعم. لابد من وحدة الإمام وتعيينه ولو إجمالا كهذا الإمام. يعني هسه أنت شايف في بعض المشاهد المشرفة أكو إمام جماعة منا وإمام جماعة منا وتلقاه متصل الصفوف، مو فهذا يصلي بالنص، هو مو يقول من الأسرع أنا وياه، وغير هو يفتهم منو إمام جماعتك، لابد يعينه، ما يصير يتم بإماميين، ما يصح. واضح؟ أي. ونحوه ولو اقتدى بزيد فبان أنه عمر، عمرو العادل. أي. فإن كان قصده الاهتمام بالإمام الحاضر بتخيل أنه زيد اشتباه في التطبيق صحت جماعته وصلاته إلا بطلتها. يقول هذا إجي مؤتم بمن؟ بزيد، فتبين أنه عمرو، لكن عمرو عادل، ما دام أنه عادل هنا بيها فرضين، شيل الفرض الأول بالله اقرأ لنا. فإن كان قصده الائتمام أي بمن؟ بالإمام الحاضر بتخيل أنه زيد، بتخيل ها قال أنا أجي أقتدي بهذا الإمام اللي هو زيد. نعم. اشتباها في التطبيق صحت جماعته، إذا مش شبه بالتطبيق، الشبه بالتطبيق صح جماعته. نعم. وصلاته وإلا بطلتها مع إخلاله بوظيفة، وإلا إذا قيدها بزيد قال أنا أقتدي بزيد فقط وفقط. أكو واحد يجي يقول أنا أصلي وراء الإمام العادل، هسه هو زيد عمرو، أنا شنو علاقتي؟ فنقول له جماعتك صحيحة، بس يجي شخص يقول أنا ما أصلي إلا خلف زيد، فتبين أن الذي يصلي هو عمرو لكن عمرو عادل، فهذا تبطل جماعته، تبطل. نعم. كم مع إخلاله بوظيفة المنفرد مطلقا على الأحوط، مع إخلاله بوظيفة المنفرد، المنفرد إذا أخل بصلاة الفرادة، يعني لو كان صلاته صلاة فرادة فأخل بها، فهذا بالنسبة له شنو؟ تبطل. نعم. مثلا 258 تسقط القراءة عن المأموم في الأوليين من أي صلاة، وكذلك أن تسقط القراءة في الأوليين، يعني الركعة الأولى والثانية، بعد لا تقرأ الفاتحة ولا السورة بعد الفاتحة، الإمام هو الذي يتحملها، من المسائل المعروفة بعد. نعم. كمل. وكذلك أن نسي الإمام القراءة كلا أو بعضا، إلا أن الأحوط وكذلك إن نسي الإمام القراءة كلين، إمام الجماعة هو الذي يتحمل القراءة، فكبر تكبيرة الإحرام، بعد ما كبر تكبيرة الإحرام نسى كل القراءة أو نسى السورة بعد الفاتحة وركع، نقول لك عادي ما هو يتحملها بعد، ماكو إشكال. نعم. إلا أن الأحوط القراءة رجاء المطلوبية لو عرف نسيانه، إذا المأموم درى أن الإمام نسي فيقرأ برجاء المطلوبية، المأموم يقرأ، يعني شير احتمال أن تكون القراءة مطلوبة منه على نحو الوجوب. نعم. له أن يشتغل بالذكر خلال قراءة الإمام ما لم يصل إليه الصوت فالأولى له. واضح جدا، المأموم ما دام ما يوصل الصوت، صوت الإمام يعني بالقراءة، فيستطيع أن يشتغل بالذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله، أي ذكر تجيبه. نعم. مثلا نعم. 259 أي لا يجب على المأموم متابعة الإمام. نعم. في الأقوال عدا تكبيرة الإحرام منها فيجب فيها المتابعة. إحنا هي صلاة الجماعة هي أساسا متابعة، معناها المتابعة، متابعة الإمام، لكن المتابعة وين تكون؟ بالأفعال لو بالأقوال؟ بالأفعال. زين. أما متابعته بالأقوال
يعني شو الأقوال؟ هسا احنا مو عندنا ذكر، لازم بالركوع أو بالسجود ذكر، بالتشهد ذكر، لازم أتابعه بالذكر. يعني أسبقه مثلا؟ لا لا هسا تجي، هسا تجي. يقول لا لا، يقول أنت بالأقوال لا تجب المتابعة عليك أيها المأموم، أما بالأفعال تجب المتابعة على المأمومين. سؤال: ما هو معنى المتابعة؟ الجواب: المأموم له ثلاث حالات، مرة يسبق الإمام بالفعل، يعني يركع قبل الإمام، يسجد قبل الإمام، بطلت جماعته هذه، ومرة يقترن مع الإمام، يعني ركعون سوا، يقومان وينتصبان من الركوع سوية، يسجدان سوية. يقول هذا ما يخالف جماعته، مقبولة بس ما بيها ثواب. ومرة فعله، فعل المأموم يأتي بعد فعل الإمام، يقول هذا اللي يجي فعله بعد فعل الإمام هذا تحسب له الجماعة وثواب الجماعة، هذا معنى المتابعة. واضح؟ أما بالأقوال خلي الإمام، شنو الإمام جالس للتشهد وأنا أشهد قبله، ماكو إشكال. واضح؟ ما عدا التسليم بعضهم يستشكل به، سيد ما يستشكل. أكو عندنا بعد مسائل؟ واي؟ والحمد لله رب العالمين.